الفيديو ده هنعرف يعني ايه ضغط الدم، خطورة الضغط العالي والمنخفض، وكمان هنعمل مراجعة لجهاز الضغط الديجيتال من شركة اوميجا السنغافوري. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، معكم محمد هشام من ميديكال ديمو، البرنامج اللي بنتكلم فيه عن الامراض اللي بنقابلها والاجهزه المعالجه ليها. ليه لازم نقيس ضغط الدم كل شويه؟ باختصار عشان نتجنب اي خلل ممكن يحصل في ضغط الدم دوت اذا كان بزياده او بالنقص. طيب يعني ايه ضغط الدم اصلا؟ كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الدم المحمل بالاكسجين واهميته في جسم الانسان، فلو لسه ما شفتش الفيديو ده روح شوفه وارجع كمل الفيديو ده تاني. باختصار جميع اعضاء جسم الانسان بتحتاج الدم المحمل بالاكسجين عشان تؤدي وظيفتها. بيجي هنا دور القلب ان هو يضخ الدم ده لجميع الاعضاء دي. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ نبضة القلب هي اللي بتخلق الضغط اللي بيضخ الدم ده لجميع اعضاء جسم الانسان، والضغط ده بيبقى مكون من قوتين. القوة الاولى تبقى وقت النبضة بنسميها الضغط الانقباضي، والقوة التانية اللي بتبقى بين النبضتين بنسميها الضغط الانبساطي. طب بعد الكلام ده كله برضه فين المشكلة ان الضغط يعلى وينقص؟ تعالوا نفهم الاول مع بعض يعني ايه الضغط يعلى ويعني ايه الضغط ينقص. الضغط العالي هو زيادة شدة دفع الدم من خلال الاوعية الدموية، وده بيعمل حمل اكبر على القلب والاوعية الدموية، وفي بعض الحالات بيؤدي للفشل الكلوي وفقدان البصر. اما الضغط المنخفض بقى بيقل فيه تدفق الدم لاعضاء الجسم، وده بيؤدي لدوخة ومشاكل في التنفس، وفي بعض الحالات بتوصل للذبحة الصدرية. الضغط الطبيعي بيبقى في حدود 120 ملم زئبق في الانقباض و80 ملم زئبق في الانبساط. طيب الضغط يبقى عالي امتى؟ لو الضغط الانقباضي اكتر من 140 ملم زئبق او الانبساطي اكتر من 90 ملم زئبق يبقى كده الضغط بتاعك عالي. لو الضغط الانقباضي ما بين ال 120 وال 140 ملم زئبق وثابت على طول على كده يبقى الشخص بطبيعته ضغطه عالي. طب وامتى نعتبر الضغط منخفض؟ لو الضغط الانقباضي اقل من 90 ملم زئبق والانبساطي اقل من 60 ملم زئبق كده نعتبر الضغط ده منخفض. جهاز قياس ضغط الدم ترجع فكرته لسنه 1881 عن طريق العالم الاسترالي سامويل فون باش، ومن ساعتها بدا التطوير على الجهاز لغايه ما بقى عندنا الاجهزه الديجيتال زي الجهاز اللي معانا النهارده من شركه اوميجا. تعالوا نشوف مع بعض الجهاز. الجهاز اللي معانا النهارده هو جهاز قياس الضغط الديجيتال ماركه اوميجا السنغافوريه. تعالوا نشوف مع بعض الجهاز. زي ما احنا شايفين الجهاز بيجي معاه كتالوج وكف وبطاريه. تعالوا نجرب مع بعض الجهاز. عندنا زرارين، زرار الست وزرار الميموري. في زرار الست مجرد ما تدوس عليه اول دوسه يجيب لك ان شغال على اليوزر الاول ولا الثاني. دوس عليه دوسه طويله شويه يبدا يعمل فلاشنج على اليوزر، ده تقدر تغير ساعتها من اليوزر الاول والثاني بان انت تدوس على زرار الميموري كده بقى على اليوزر الثاني كده رجع ثاني لليوزر الاول. عندنا ايه كمان في السيتنج؟ مستوى الصوت تقدر تحدده من هنا، تعليه تقفل الصوت براحتك. هناك تدوس على الست كده السيتنج دي تسيفت معاك. عندنا زرار تاني زرار الميموري بتاعنا، دوس عليه يجيب لك القرايات اللي متسجله على الجهاز. دوس يجيب لك رقم القرايه، دوس طويله يمسح لك القرايه. طيب عندنا ايه كمان في الجهاز؟ الجهاز احنا ممكن ما نشغلوش ببطاريه، نقدر نشغله بشاحن موبايل تايب سي من هنا. بس كده كده لما خلصنا جهاز الضغط الديجيتال. ميديكال امباير عامله لنا كود خاص مخصوص لجهاز قياس الاكسجين الديجيتال لما تيجي تطلبه من على الابلكيشن او على موقع ميديكال امباير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب ولايك للفيسبوك بيج، وتعمل داونلود لابلكيشن ميديكال امباير عشان تقدر تطلب منه جهاز الضغط الديجيتال بكل سهوله. كان معكم محمد هشام من ميديكال ديمو، سلام.